متابعي قناتي الأفاضل، ها قد عدت إليكم بسرعة، وسوف أخصص حلقة هذا اليوم إن شاء الله لأشارككم كيفية صناعة تلك الأداة الدوارة الخاصة بالقناة، وأقصد بتلك الأداة تلك الأداة المسؤولة عن عرض ابتكاراتك في آخر الحلقة، يعرفها فقط متابعي القدامى. ولمعلوماتكم فهذه الأداة فهي صالحة إذا كنت صاحب قناة، حيث تقوم بعرض ابتكاراتك في آخر الحلقة. كذلك إذا كنت صاحب محل أو متجر يمكنك عرض منتجاتك بطريقة رائعة جدا. في الحلقة إن شاء الله سوف أريكم كيفية صناعتها بخطوات بسيطة. كل ما عليكم إخواني هو أن تشاهدوا هذا الشرح فيبقوا معي. أول حاجة، نحن بحاجة إلى 2 من الصفائح الخشبية، سواء كانت مربعة الشكل أو مستطيلة أو دائرية على حسب ما توفر لديك. أنا لدي هاتين الصفيحتين. ثم نحن بحاجة إلى 2 من المحركات الكهربائية الصغيرة ومسمى بالديسي موتو. شروط هذه المحركات إخواني، يجب أن تكون بنفس الارتفاع أو بنفس العلو كما ترون هكذا. بالنسبة لواحد من المحركات يجب أن يكون شغال، أما الثاني فحتى لو لم يكن يشتغل فهو يفي بالغرض. الخطوة أولية، نختار إحدى هذه الصفائح مثلا هذه على سبيل المثال، ثم نتوجه إلى الوسط كما ترون، ثم نأخذ أحد هذه المحركات. سوف نأخذ الذي لا يشتغل، ثم نترك المحرك الشغال جانبا. نقوم بوضع قليل من الغراء في هذا المحرك بهذا الشكل، ثم نقوم بتثبيته في الوسط هكذا. ولا تنسوا عمل بعض البراغي في الجانب، وذلك لتثبيت هذا المحرك أكثر لكي يحمل أوزانا ثقيلة. العموم بعد ذلك سوف نأتي بهذه الأشرطة البلاستيكية، نقوم بإضافة واحد هنا لجعل هذا المحرك يتماسك جيدا. الآن رغم أن المحرك الخاص بنا فهو جاهز، إلا أنه غير قادر لتدوير المنصة التي سوف تقوم بعرض الابتكارات. لماذا؟ لأن أولا هذا المحرك يدور بسرعة غير مناسبة، ثانيا ليست لديه القوة الكافية لتدوير بعض الأشياء الثقيلة الوزن. لذلك سوف نقوم بتطبيق مبدأ ميكانيكي رائع، تماما نفس المبدأ الميكانيكي المطبق في الدراجة الهوائية أثناء الصعود في الهضبة أو في التلال. الآن سوف أريكم كيفية القيام بذلك. نأتي بمحرك ثاني بنفس العلو وبنفس الحجم، بحيث يتوفر على هذه البكرة الصغيرة، لاحظوا معي، التي تقوم بتدوير هذا الشريط المطاطي بهذا الشكل. بالمناسبة فهذا النوع من المحركات يمكنك إيجاده بداخل المذياع القديم وكذلك في قارئ أشرطة السي دي. على العموم بعد ذلك نأتي أيضا بهذا أو هذه العجلة الكبيرة الحجم، بحيث كما ترون المحرك يدور بهذا الترس الصغير ثم يقوم بتدوير هذه العجلة الكبيرة الحجم هكذا. إذن وهذا هو المبدأ الميكانيكي المطلوب لجعل هذا المحرك قوي جدا، تماما نفس المبدأ المستعمل في الدراجة الهوائية بهذا الشكل كما ترون. الآن بعد ما قمت بتثبيت المحرك الثاني بنفس الطريقة التي قمنا بتثبيت المحرك الأول بها كما ترون، فهو يحتوي على هذا الترس الصغير. سوف أقوم بإضافة ترس كبير بهذا الشكل في المحرك الثاني هكذا، ثم نأخذ الشريط المطاطي نقوم بوضعه هنا هكذا. إذن ما يحدث هو أن هذا المحرك الذي سوف يتم توصيله بالتيار الكهربائي عندما يدور 10 دورات فإن هذا المحرك يدور دورة واحدة فقط، وهذا مبدأ ميكانيكي معروف جدا، حيث أن هذا المحرك سوف يستطيع تدوير أشياء ثقيلة جدا، وهذا نفس المبدأ المستعمل في الدراجة الهوائية أثناء صعودها في التلة. والآن قد تم توصيل المحرك بالتيار الكهربائي كما ترون. وأذكر مرة أخرى بأن هذا المحرك في الوسط ليس به أي تيار كهربائي، هو فقط محرك معطل. المحرك المسؤول عن الحركة هو هذا المحرك في الجانب، وأذكر بأن هذا الترس يجب أن يكون صغير جدا، والترس في الوسط يجب أن يكون كبير بحيث تحصل على قوة ميكانيكية رائعة كما ترون. بالنسبة لهذا الشريط اللاصق فهو فقط من أجل الجمالية ليس إلا. على العموم بعد ذلك نقوم بوضع كمية من الغراء هنا فوق هذا الترس الكبير. ثم نقوم بتثبيت الصفيحة الثانية بهذا الشكل.
كخطوة تالية نأتي باللوجو الخاص بقناتنا، نقوم بالطباعة بعد طباعته عفوا في ورق خاص، نقوم بتثبيت كل في الوسط بهذا الشكل كذا. بالنسبة لما يتعلق بهذا الورق وكيفية الطباعة إلى غير ذلك، فقد قمت بتصوير حلقة مخصصة لهذا الأمر، سوف تجدون رابطها في صندوق الوصف. على العموم القطعة الخاصة بنا فهي شبه جاهزة، الآن نمر لما يتعلق بتزويدها بالطاقة. من أجل ربط هذه القطعة بالطاقة فأنت بحاجة إما إلى بطارية من فئة 3 فولت تقريبا، أو بحاجة إلى شاحن خاص بالهاتف. على العموم الأمر بسيط جدا، تقوم بربط السالب مع السالب ببساطة. إذن يتبقى لك الموجب مع الموجب. سوف تقوم بإضافة ما يسمى بالمقاومة المتغيرة أو variable resistor. إن لم تكن تعرف ما هي المقاومة المتغيرة سوف أضع لكم أيضا رابطها في صندوق الوصف، فهي تتحكم بالسرعة المطلوبة التي نريدها بحيث يدور هذا الشيء بالسرعة التي نختارها، أو يمكنك إضافة هذا الزر الرائع الذي يمكنه أيضا التحكم في السرعة والتحكم في الاتجاه. إن لم تكن تعرف ما كان توجد هذا السر أيضا سوف أضع لكم رابطة في صندوق الوصف. على العموم سوف أقوم بتركيب هذه الأشياء ثم نقوم باختبار هذه الأداة. على سبيل المثال لدي هنا قنينة أو قنينة زجاجية من حجم لتر تقريبا، فهي فارغة وهي تزين، أما أنا فقد قمت بملئها بالماء، سوف أقوم باختبارها. إذن كما ترون يمكنني تدويرها بسهولة تامة، وكما ترون فهي ممتلئة بالماء كما تلاحظون. والآن سوف أقوم باختبار هذه الأداة بشيء أثقل أيضا. سوف نأتي مثلا بهذه العلبة المليئة بالمركبات الإلكترونية، سوف أقوم بالضغط على الزر. إذن أخي إذا كنت صاحب قناة خاصة بالابتكارات فأدعوك لصناعة مثل هذه الأداة لعرض ابتكاراتك الرائعة عفوا في آخر كل حلقة، أو إذا كنت صاحب متجر أو محل لبيع الأكسسوارات فأنصحك بصناعة مثل هذه الأداة لعرض منتجاتك الرائعة. إلى هنا إخواني لا يبقى لي سوى أن أودعكم، شكرا على حسن المتابعة، ولا تنسوا عمل لايك إذا أعجبكم موضوع حلقة هذا اليوم، وكذلك من أجل دعمي، وإذا كنت زائر جديد لا تنسى الاشتراك. إلى اللقاء إخواني في حلقة مقبلة إن شاء الله.